يكون بره قائمه المنتخب ده من حقه يلعب اساسي، لكن الراجل لقى نفسه بره القائمه فاتكلم بشكل مختلف، عشان كده جاله الانصاف. نشوف كلام ياسر مع الزميل سيف زاهر لما القائمه خلت من اسمه. كلمه اخيره تقولها لخط دفاع المنتخب الوطني، اسامه جلال، احمد سامي، علي جبر، حمدي، فتوح، حجازي، عمر، تقول لهم ايه؟ ربنا يكرمكم باذن الله وانتوا قدها، وللمنتخب كله طبعا ترجعوا لنا بالبطوله باذن الله. والله وانا مش بقول كده كلام ان شاء الله، لا، انا اول الداعمين لكم في البطوله وسبورت، باذن الله باذن الله تجيبوا لنا البطوله كده وترجعوا لنا على خير ان شاء الله رجاله وقدها. يعني اصعب كلمه يقولها اي لعيب لاي مدير فني وهو مستبعد، او هو مش عايز، اقول مش موجود في الفتره دي، تقول ايه لفيتوريا؟ لا والله اتمنى له التوفيق طبعا، دي وجهه نظر احترم عليها وانا احترمها جدا، وبتمنى التوفيق باذن الله كده، ويكون التوفيق حالفهم ورجعنا بالبطوله ان شاء الله. هذا النوع من السلام النفسي هو اللي بيدعم صاحبه، هو اللي بيثبته. لا طلع يتحاسبن ولا يشتكي ولا يقول مش متابع ولا سخريه ولا يقول لك ما يعني هنقول ايه، حسبي الله. ليه خلاص انت يعني اصل بص، زي ما هي انت اتظلمت المره دي في ناس اتظلمت قبل كده غيرك. فياتيك الانصاف، اهلا وسهلا، داخل شكلك بقى محترم، الجهاز الفني مبسوط منك، فرحان بيك. بس ربنا اذا يعني تم الاعتماد عليك ربنا وفقك، لان هتلاقي ناس اهو لعب، ورونا بقى مش عارف ايه. لا هو لعب، هو تم اختياره، كان انا متاكد ان فيتوريا كان يعني متردد، وبعدين ايه القدر اداله فرصه صحح هذا. اسعد واحد النهارده انه قدر يصحح هذا الخطا، لانه حتى الزملكاويه كل ما فيش حد ما استغربش على هذا القرار. يعني انا ارجو إن طبعا كنت اتمنى ان حسين الشحات كمان يكون موجود. كان حقه، لكن كان انا بقى عايز اوصل رساله للعيبه اللي ما اتخدتش. اللعيبه اللي اتخدت ربنا معاكم ويوفقكم مع زمايلكم يا رب، وتحققوا لنا حلم حياتنا بالفوز بالبطوله، وال يعني مصر ترجع للمكانه الكرويه بتاعتها. استاذ ابراهيم، سنه 64 كان في لاعب ناشئ طالع بسرعه الصاروخ اسمه حسن الشاذلي. طبعا، الله يرحمه. الله يرحمه. وكان طالع في نادي الترسانه، وكان كل العيون عليه، وقبل السفر هو كابتن طارق سليم تم استبعاده من دورة طوكيو. والدورة دي احنا حققنا فيها افضل مركز في كرة القدم، طلعنا الرابع. عشان يعني الناس ما تقولش اتظلم ومش ظلم، وممكن وفيها الهداف التاريخي للدورات الأولمبية الكابتن مصطفى رياض، جاب 6 جوان في امام كوريا الجنوبيه. 6 اهداف. ليعود المنتخب ليجد الشاذلي المرعب، استغل الفرصه وخدها بغل ايجابي ودوافع. من بعديها الكابتن الشاذلي ما خرجش من هداف الدوري ب ب ب ب لدرجة ان كان الكورة تيجي فاول بره 18 الناس تقول جول، اكنها ضربة جزاء. وعمل مع مصطفى رياض اعظم ثنائي في 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 الستينات. نفسه بعد كده طبعا نفس رضا وشحتة، وبعدين كابتن علي ابو جريشة، نجوم ايه دي اللي موجوده النهارده دي، كنا وصلنا لفين؟ مواهب فذة قوي. كابتن محمد بدوي لسه كنت بكلمك عليه، بدوي وفتاك. ايه ده؟ لكن انا عايز اقول، ولا زي كان عايز اقول بقى لحسين الشحات، لكل الناس اللي هي ما اتخدتش لازم ترجع يعني مع عوده الكوره الناس تشوف مين نجم النجوم. مش عشان توريهم، عشان انت ده وافعك ودي قدراتك. حسين الشحات عنده قدرات مش موجوده،
مش موجوده في جيله خاصه بيه هو. ولو استطاع ان يقدم موسم زي اللي فات ده هيكسر الدنيا اكتر ما هو مكسرها. اكتر ما هي متكسره. حسين الشحات اربعه كاس عالم فضيه، خمسه كاس عالم فضيه، ثلاثه برونزيه، واحده مركز رابع. مش هتلاقي تاريخ حد كده. فالكابتن حسين الشحات ولو مش عارف ثلاث اهداف ولا يعني هداف العرب في مونديال الانديه. انا عايز اقول لك كابتن حسين، خد منها دوافع ايجابيه وخد من ازمتك الاخرانيه دي اللي ما كان لهاش سبب، يا ريتك مسكت نفسك شويه. يعني درس يمشيك في اللي جاي، ما تفكرش غير في الملعب وفي الكوره، وسيبك من انت اكبر من ان تستفز. انت الان هتكون هدف، الناس عرفت انك بتتنرفز هتكون هدف. خلي بالك لما تنرفزتش هتجنن اللي عايز ينرفزك. صحيح. طيب بنقول له اسامه جلال زي احمد نبيل كوكا الف سلام عليكم. يعني الاصابه دي مساله طبعا كانت في اي لحظه ممكن تحصل لاي لاعب. اسامه جلال بخروجه الحقيقه، قبل ما يخرج اسامه جلال واول مصيب احمد نبيل كوكا، لقيت ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، الراجل حاطط انه بيراميدز الاعلى تمثيلا في منتخب مصر، وحاطط صوره انه بيراميدز سبع لاعبين في